السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، احوال جيده. اليوم جيت لكم اليوم بواحد الوصفه ديال الرز، غادي نشاركها معكم. غادي نديروا الرز بالخضار. بالنسبه للمقادير ديال هذه الوصفه، غادي نحتاجوا الرز كما كتشوفوا عندي الرز هنا جهد كاس كبير. بالنسبه للخضره عندي هنايا بصله مشلطه، هي مقطعه طريفات صغيورين، عندي جوج فصوص ديال الثوم، عندي طماطم، عندي فلفله خضراء مقطعه طريفات، عندي فلفل، فلفله حمراء، عندي القرعه مقطعه طريفات، عندي واحد جزره مقطعه طريفات. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو واحد شويه ديال الابزار، سكينجبير، الملحه والخرقوم. هنا عندي واحد طامه ديال الدجاج كما كتشوفوا، كنور ديال الدجاج، عندي واحد شويه ديال الهريسه في الروز او في لاصوص او لا، كيعطي واحد المذاق جميل. عندي هنا زيت الزيتون وعندي واحد بلعضم للتزيين. هنا كما كتشوفوا في الوقت اللي غادي نبقى نحضر الروز والخضر، راني هنايا درت واحد لاصوص طوماط. هنا غادي ندير زيت الزيتون، نبدا بالبصله، غادي نلوح البصله هي الاولى. هنا من تبدا تغلى ليا البصله غادي نضيف ليها واحد شويه ديال الثوم اللي قطعناها. صافي غادي نبدا نحرك مزيان. غادي نضيف دابا التوابل، البصل، سكينجبير، والملح. صافي غادي نبقى نحرك باش من بعد غادي نضيف الخضرة. عاد نضيف الجزر، والقرعة، والفلفل الأحمر، الفلفل الأخضر، والطماطم. هنا عادي نغطيوها باش نخليوها طيب على خاطرها. في نفس الوقت عادي توجد لي حتى هي دابا. نغطي عليها ونخليها كطيب. مرة ندوز يدي في هذه الخضرة كما كتشوفوا، نخليها طيب غير في الصهد ديالها، ما عاد نضيف لها لا ما لا حتى شي حاجه. حتى نبغي نحط نضيف لها الرز عاد نضيف واحد الكاس ديال الماء ونخليها تغلي. نضيف شويه ديال زيت الزيتون، ديال الابزار، شويه ديال الملح. ونخليها تزيد طيب. هنا البنات غادي نضيف الرز ديالي.
عاد نضيف هنا كاس ديال الماء. هنايا عاد نضيف واحد شويه ديال كما قلت لكم ديال الهريسه. غادي نخلط كلشي. صافي وغادي نخليوه كيطيب ونطلقوه من بعد. هنا دابا الروست ديالنا صافي راه طاب كما كتشوفوا. غادي نضيف فيه واحد شويه ديال لاصوص، هاد لاصوص اللي حضرت غادي نضيف واحد شويه في الروز. صافي هنايا الروز ديالنا صافي راه طاب. غادي نضيف له هاد الضامه ديال كنور ونطفي عليه، نخليه غير يدوب ليا هاد الطامه ديال الكنور كما شفتوا. هادي داك باش يدخلوا هذاك الكنور، يعني هذاك المذاق. صافي ونطفي عليه باش ندوزو دابا نحطو في الطبق ديالنا. بالنسبه يعني للتقديم، انا درتهم في هادو، في هاد لي ستامبي هادو بهذا الشكل الموديل. هكا وصافي الطبق ديال الروز ديالنا هو هذا. كما شفتوا درت هذاك لو غيست ديال لاصوص اللي بقات ليا، درت واحد شويه هنايا لاصوص والزيتون. انا قطعت واحد نص ديال المطيشه وهادو لي بولبيت ديال موتزاريلا، وصافي واحد العريش ديال ازير وفليفله وصافي. المهم غير داكشي ديال يعني الخضره اللي درنا فيه لداخل، يعني غير كتذكير وصافي. المهم نتمنى ان الوصفه ديال الروز يكون عجبتكم، وما تنسوا ليش لايك وتشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي شافوا القناه ديالي لاول مره. وكنشكركم على كل شيء، وكنشكركم كذلك على الاشتراك وعلى اللايك. ونتلاقاو فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.